السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من يوميات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للإناث بدورتها الرابعة، أهلا بكم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اسمي فاطمة جالو من جمهورية غامبيا. ما شاء الله، سررت جدا لمشاركتي في هذه المسابقة القيمة الرائعة. أشكر الشيخة فاطمة بنت مبارك التي أتاحت لنا الفرصة نحن البنات لكي نشارك في المسابقات، بينما كان المسابقات كلها للرجال، والحمد لله كان حلمي أن أشارك في هذا المسابقة، والحمد لله تحقق حلمي. وأشكر أبي وأمي والدي العزيزان اللذان شجعاني لحفظ القرآن الكريم، وأشكر كل من علمني حرفا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي رميساء من بلجيكا. شاركت في مسابقة شيخة فاطمة بنت مبارك وكان هذا حلمي، فأشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأشكر والدي الذي شجعوني بحفظ كتاب الله، وأشكر أيضا أصحابي في بلجيكا الذين شجعوني أن أشارك في هذه المسابقة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السلام عليكم، اسمي سارة شحاب من لبنان. انبسطت كثير أنه شاركت بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى سمعت منيح، وعقبال كل المتسابقين بالتوفيق. هذه المسابقة المباركة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله الآن في هذا العام هي مسابقة واضحة جدا أن مستوى التجويد عالي جدا، والمسابقات منهن كثيرات صغيرات في السن ولكن أداء جيد جدا، والتجويد ما شاء الله مرتفع، وبذلك هي مسابقة متميزة في هذه الناحية، ناحية الأداء، ناحية اختيار المتسابقات في دقة وفي يعني عدم مجاملة، وبفضل الله عز وجل تكون يعني المسابقة الأولى عالميا على هذا المستوى. يعني بحثنا نظرنا في مسابقات كثيرة وحضرنا مسابقات كثيرة، وكانت يعني هناك تفاوت كبير بين المتسابقات، ولكن الملاحظ في هذه المسابقة بفضل الله عز وجل المستوى الجيد في التجويد والأداء وحسن الترتيل، وكذلك الأصوات الحسنة الطيبة مما يبشر بالخير، والحمد لله رب العالمين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، الدورة الرابعة لعام 1441 للهجرة،
في الفترة من 2 حتى 9 من نوفمبر لعام 2019 للميلاد ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. تقام الفعاليات على فترتين، صباحية من 10 حتى 1 ظهرا، ومسائية من 6:30 وحتى 9 مساء، وذلك في مبنى ندوة الثقافة والعلوم بدبي. والدعوة عامة. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته زرنا متحف القرآن الكريم، سعدنا جدا بهاي الزيارة. شفنا كسوة الكعبة وشفنا القرآن بالأحجام كلها. فعلا أشكر كل المنظمين لهاي الجائزة، شكرا كثير. أنا جيت على هذا المسابقة وكان حلمي أني أجي هذا المسابقة، والحمد لله دحين جيت وما شاء الله زيارات وجينا عند المتحف هذا. وأشكر الله، نحن في الرس نأتي في هذا بلد جميل في دبي ونزور أماكن كثيرة، مثل مكان أين تشارك مسابقات القرآن. أنا مرافقة للمسابقة من بلغاريا. أشكر لكل منظمين لهذا المعرض الجميل. شفنا أشياء كثير، شفنا مصحف، شفنا كسوة الكعبة، والحمد لله بهاي فرصة كريمة. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، فأهلا أنت أن تحمد يا ربنا، كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم احفظ دولة الإمارات، اللهم احفظ دولة الإمارات وقادتها وشعبها وحكامها ومن أقام على أرضها. اللهم اصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجزي خير الجزاء من نظم هذه المسابقة، ومن رعى هذه المسابقة،
ومن وافق على إقامة هذه المسابقة، اللهم وفقهم جميعاً يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء، ولأبصارنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. يا رب العالمين، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مع اقتراب نهاية فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للإناث للقرآن الكريم بدوراتها الرابعة، تزداد حدة المنافسة بين المتسابقات لنيل إحدى المراكز الأول في هذه المسابقة. حتى نلقاكم في الغد، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.